لتسيير شؤون بلدية سيدي بلعباس وإنهاء الصلاحيات لكل المنتخبين، قرار رحب به مسؤولون محليون للدفع بعجلة التنمية في البلدية. عبد الكريم عاشور. بلدية سيدي بلعباس أرحب تنمية. راهي مرت أكثر من شهرين ولم يتمس المصادقة، بالتالي بعد استنفاذ كل محاولة الصلح قرر السيد ولي الولاية اتخاذ قرار الحلول تطبيق المادة 101 من قانون البلدية، ونصبنا متصرف إداري من مصالح الولاية أوكلت له مهام، كل المهام رئيس المجلس والمجلس الشعبي البلدي، يعني كل الأعضاء اليوم ما يبقاوش يسيروا في المجلس الشعبي البلدي بما فيهم الرئيس، كل الصلاحيات حولت الى رئيس هذا المتصرف الاداري. اصبح قرار ملزم ومفروض علينا باش ناخذوا قرار باش لمواجهه هذه الوضعيه ورفع هذا التجميد، والخدمه البلديه ترجع للخدمه العموميه تاعها وخدمه المواطنين. كلفت بمهمه صعبه وسهله في نفس الوقت. صعبة لما تنتظره هذه البلدية، وأقول أنا لا أسميها بلدية مدينة بحجم مدينة سيدي بلعباس، دونك تنتظر تنمية كبيرة، تنتظر تنمية شاملة، وتنتظر تضافر جميع الجهود للجميع. قلعت ثقيلة، من بعد قلعوا المشاكل باسكو لا بوزيسيون تاعي ما كانوش متوقعين باللي غادي كاين واحد المير اللي قد يقول لا، سمعت. ومن بعد قلعت سيبسيتيسيون تاع 6 شهور،